Hi guys, welcome back to my channel. Welcome بهيدا الفيديو الجديد. فيديو اليوم هو أكتر موضوع انطلب مني أعمله وبعده لهلأ العالم يعني صار قاطع وقت على القصة بيسألوني من وين جبتي فستان عرسي، خاصة يلي بدون يتجوزوا هلأ قريبا بالصيف بيسألوني من وين جبتي فستان عرسي، كان أحلى فستان شفناه، في عالم بحبوا هيدا الستيل من الفساتين شوي على برنسس. أنا كتير بحب هالأشياء. بهيدا الفيديو أنا رح جرب أعملكم تور على كل المحلات يلي برمتها، في كتير محلات ما خلوني أصور، في كتير محلات أنا كنت مصورتهم بالطول، فلأنه قبل ما كنت أعمل فلوجز هلأ رح جرب زبطهم بفيديو شوي يطلع مرتب كرمال الصبايا اللي بدهم يتجوزوا بالصيفية تقدر قد ما فيي ساعدهم. أول محل رحنا عليه أنا ومام، عطول كل برماتي كانوا مع مام، كان The Perfect Bride. بس بدي أذكركم أنه أنا قبل ما أتجوز كان كل شيء على 1005، يعني أنا آخر فترة قرب عرسي دفعت فستاني على 3000، بس كان الأسعار اللي حاعطيكم إياها يعني رح قلكم أنه رخيص كان على وقت 1005 رخيص. Perfect Bride كان محل كتير مقبول سعره، المحل كتير مهضوم، كتير حبيت هونيك، كتير affordable للعالم اللي ما كتير بدها تحط مصاري. بتلاقوا فساتين مثل ما انتو بتحبوا، بتلاقوا السيمبل وبتلاقوا البرنسس وهيك. وبس بدي اقول شغلة عن فساتين العرس، الفستان يا هو بعيتلك يا هو ما بعيتلك، انت اذا قلبك هفله بيكون هيدا هو. Perfect Bride فساتينه حلوة، بس أنا ما لفتني، ما عيت له قلبي لشي فستان، حسيت شوي أنه الكواليتي تبعهم منا كتير تقيلة، أنا ما كتير بفهم بالقماش بس ما كان فيه تقل بالفساتين، فقررنا نروح على غير مطرح بما أنه أصلا كان أول محل منجربه. تاني محل منجربه قلت أنا بدي روح على شي كتير هاي، فرحت عن جورج حبيقة. جورج حبيقة فساتينه كتير حلوة لبريتا بورتي. أنا كنت شايفة فستان لإنفلونسر على إنستغرام كتير 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 حلو عملت عن جورج حبيقة، بس هيدا الكاستمايز بكلف كتير، يعني أنا قلت لي ستارتنج 50,000 دولار بوقتها، فعملت ترايل بس على التريتا بورتي يعني ببلشوا بال5000 وطلوع. مهضومين بس كتير سمبل لإلي، بدهم حدا وجهه صغير هيك شعر أشقر مش شعر أسود، عيون كبار شفاف كبار وجه مدور. انا تكوين شوي كبار على فستان جورج حبيقة اللي بتلتا فورتين ناعم، يعني ما لبق لي كتير، ما عطاني ايدنتيتي تبعي. راحت الكهرباء ورجعنا رحنا عند نيكولا جبران تهيك بس انه يكون عندي حشريه. نيكولا جبران ما بيفرجيك الفستان قبل ما يخلص، يعني بس بيرسموا لك اياه ديزاينرز وبياخذوا لك قياساتك، وقبل بنهار من العرس بتشوفيه، يعني بتشوفي الفستان لما بس بدك تلبسيه. رجعت اتوضعت ورحت على The Hour Dress. The Hour Dress كتير 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 حلو، طبايا عنده كتير بروفيشنال، الفساتين كتير كتير تقيلة لأنه هي فساتين معمولة عن ديزاينرز، حدا بيكون مصممون لعرسه لشي وبحطوهم عند أور دريس ونحن بنروح بنستأجرهم، فنحن بنكون تاني لبسة أو تالت لبسة. هيدا الشي اللي أنا ما كتير حبيته، يعني أنا بحب أنه أنا أكون أول لبسة للفستان، أنه يعطيني رهشتي أنه أنا العروس وأول، مش أنه فستان شفني على حدا تاني قبل، حتى لو حدا مش شايفينه نحن بس أنه مبين على انستا. فهيدا الشيء ما حبيته، مع انه اخر تشويس تبعي كان بين توماجان وبين The Hour Dress، كان عندهم فستان The Hour Dress بعقد كانه هيك. رح جرب شيل صوره عن انستا تفرجيكم اياها، بس رح اوصف لكم اياه، كانه ارينيه من تحت هيك مثل خيطان الارينيه كله مطرز. اخر شيء
شيء رحنا عند توماجا، انا كنت تاركة ختام وهامسك، لانه كمان بيقولوا لنا انه توماجا بيعمل اوفر اذا عملت ديل دغري، فانا قلت انه اذا بدي الحق واعمل ديل عند توماجا ببطل فيه ابرم، فبرمت كتير. اخر شيء رحت عند توماجا، توماجا في ساتينو بتعقد، يعني اللي منشوفون على انستا شيء واللي بتشوفون لايف شيء تاني. على انستا قديش اني حلوين، لايف على احلى، يعني ما بتتخيلوا قديش لما تشوفوا الفستان قدامكم بتنبهروا. ليترلي هيك صار فيي انبهرت. بيتو ماجان بيعطوكم 3 ترايل، انتو بتنقوا 2 او فيكم انتو تنقوا الثالث، بس الاسيستانت هونيك قلت لي انا شايفة عليك فستان يعني معمول لإلك، انا بدي نقي لك الثالث فستان. قلت لها انا اوكي. قست اول 2 كانوا كتير 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 حلوين، بس على طول الشخص بينه وبين حاله بلاقي ديفو صغير. مثلا انا كان في فستان كله مفتوح على ظهره، كان عندي شوية لحم على ظهري، فيعني كنت لاقي الديفويت بجسمي وكبة على الفستان لأنه مش ظابط علي. لبست الفستان يلي هي نقت لي هو هذا الفستان يلي أنا لبسته. هلأ لحط لكم صورة إذا في عالم ما بتعرف أي الفستان. لما لبست الفستان حسيت حالي عن جد أنه هذا هو It's the perfect dress. هيدا اللي أنا بشوف كل حياتي صور عرسي فيه، بشوف حالي فاتي فيه على الكنيسة. فخلص هيك دق له قلبي لهالفستان، حتى لو مش أنا كنت نقيته، شفت حالي على المراية، شفت كيف عم يلمع كيف عم يبرق. كان هيدا فستاني، وبعدني لهلأ بقول قدي عم شوفه فستين على انستا، كل واحد ذوقه أكيد بالنهاية، بس بعدني لهلأ بقول أنه فستاني كان أحلى فستان انلبس في سنة 2020. حتى سنة الماضي ما شفت فستان أحلى من فستاني صراحة، شفت كتير عناسقه بس مش مثله على الأرض. من هون كأنه كان عنده طرحة عن إيد وطرحة عن إيد، غير طرحة الرأس. طرحة الرأس ما بتزبط معه الاثنين، يعني على الكنيسة أنا حطيت الرأس فكيت الإيدين، بالبيت حطيت الإيدين ما كنت حاطة الرأس، بالسهرة شلتهم كلهم. كان الفستان عن جد كتير حلو، كان عطيني my own identity، يعني لما يشوفوا الواحد بقول هيدا ريتا، يعني هيدا ستيلة هيدا ذوقة. ما بعرف هلأ كيف صارت الأسعار عن توماجان، بس بعرف أنه هن بيعملوا لكم السكربيني كاستمايز لكم حسب الفستان حسب رقم إجركم، وبيعطوكم هيد بيس. والمعاملة عندهم كتير بروفيشنال وكتير بتحسوا حالكم مرتاحين وألاز. لحط لكم هلا كيف رحت استلمت الفستان من عند توماجان وكيف جبته على البيت. هاي جايز كيفكم؟ نحن جايين اخر فيتنج للدرس تبعي انا وماريا. طرف فاجيكم شو معي هولي السكربيني والهيد بيس كمان من عندهم، والفستان جبته. I'm so excited. جايز امبارح انا عم صور نسيت اعطيكم tips and tricks، هلا رح اعطيكم tips كيف انتو تنقوا perfect wedding dress لحالكم بيلبق لكم لجسمكم. اول شي لازم تعرفوا انتو شكل جسمكم كيف، يعني رح اعطيكم كذا شيب جسم وقلكم تقريبا شو اللي بيلبق معه اكتر. البنت اللي خصرة كتير رفيع بيلبق لها كتير الميرميد، لانه بيجي على قد الخصر بيعطيها الهبس اللي عندها اياها وبينزل. فيها تكون طويلة فبيمشقها هيك بيعطيها جمال جسمها وبيبين لها الكيرفز الحلوين لحالها. وفيها تنقي فستان يكون اي شيب، كمان هذا الاي شيب بيعطي كتير جمال بمطرح الخصر لانه بيكون ضيق شوي بيفتح اكتر من الميرميد. هذا الشي ببين جمال الجسم لحدا عنده خصر. زيت الشي للصبايا الطوال والضعاف كتير بيلبق لهم الميرميد، كتير بيلبق لهم الاي شيب، كتير بيلبق لهم البرنسس بيجي من فوق على قد الجسم بيرجع بيفتح. هيدا اذا كانوا كتير طوال وضعاف ببينهم اطول وبيعطيهم مدى اكتر. هيدا نوع الفستان بنسميه بول جاون. هلا بالنسبه للناس البوتيت القصار هيك مفتفتين مهضومين بيلبق لهم الكولباتو، لانه من هون بضيع المدى القصير فببينهم حلو. بيلبق لهم كتير الاي لاين لانه ببينهم طوال، ببين من هون في كتير مدى، ببينهم ممشوقين. وفي شيء اسمه امباير ويست بيعطيهم مدى بين الخصر والهون وبيجي مفتوح من تحت، كتير بيلبق للناس اللي احجامهم شوي صغيره. وفي اللي مثلي اللي شكل جسمهم تفاحه ابل شيب
بيكونوا من هون اكبر من تحت، يعني ميلة الكرش والخواصر والباترين، بيلبق لهم كثير البرنسس كات، يعني كل شيء بيجي الفستان وبيفتح من تحت. بيلبق البرنسس كات، بيلبق البول، ما هو ذات الشيء تقريبا، لانه كمان البول جاون كله بيفتح من تحت، وبيلبق الامباير ويست لانه بيجي صغير وبيعطي مدى للميله يلي نحن معبيين فيها اكثر، فكتير بجمل الجسم. فاللي جسمه تفاحه بنصحكم انه توسعوا من تحت تا يضيع يلي اللحم اللي فوق. زيت الشي للي جسمهم مثل النجاسة بنسميه بير شيب، يلي بيكون عندهم على الهبس شوي اكبر من فوق، يعني بيكون خصرهم صغير وفخادهم اكبر. لهيدا نوع من الجسم بيلبق كتير البرنسس كات لانه بيفتح محل الخصر منزول، فاذا بدهم يخبوا اذا هن بيعتبروا هيدا الشيء دفو، او اذا هن بيشوفوا هيدا الشيء مميز فيهم وبحبوا يضووا عليه، فيهم يلبسوا الاي لاين برنسس. كيف يعني اي لاين برنسس؟ يعني بيجي مثل بيجي مفتوح، بس مش هيك، مش برنسس كات، بيجي مفتوح كله سوا مع الخصر وبيفتح شوي، ما بتكون الجيبون كتير كبيرة. ولآخر نوع جسم يلي هو بيكون كله متناسق مع بعضه اسمه الفول فيجر، كتير بيلبق له الاي لاين اللي كنا عم نحكي عنه، وبيلبق له الامباير ويست يلي بيعطي مدى على البطن وبيفتح شوي، مش مثل البول ولا البرنسس كات ما بيفتح كتير مع ترين، بس انه بيفتح شوي كتير بيلبق لهيدا نوع الجسم. تبس كتير سريعين عن كيف بدك تنقي فستان عرسك. اول شي بدك تكوني عارفة البادجت اللي بدك تحطيه تعرفي وين بدك تروحي تنقي. تاني شي مش غلط اذا عجبك اول فستان استي، يمكن يكون هيدا الانستينكت تبعك هو اللي نقاك، يعني ما تقولي انه لا انا ما قصد غيره وما بعرف شو، يمكن الهامك يقلك انه هيدا هو الفستان وفي كتير هيك بيعملوا. تالت شي بدك تعرفي شيب جسمك مثل ما ديجا حكينا وفسرت لكم عن كل وحدة. رابع شي بدك تنقي فستان العرس حسب التام، يعني انت ما فيك تلبسي برنسس وتكوني عاملة فستانك على البحر، بدك تعملي شي بيلبق. البرنسس بدها اندور يكون كتير فانسي، بدها جنينة قصر مثلا، ما فيك تلبسي برنسس على البحر، بدك تلحق التام وتنقي الفستان. بعدين بدك ما تحطي موديل معين براسك وتقولي انا بس هيدا بدي، بدك تكوني منفتحه على عده موديلات، يمكن انت تفاجئي حالك، يمكن هيدا الشيء ما يلبق لك مثل ما انت تكوني حاطه براسك انه معقول يلبق. في كتير اشياء معقول تلبق لجسمك او معقول تشوفيها انه هيدا هو فستانك حتى لو انت مانك مخططه لهيدا النوع من الفستان. اخر تيب بدي اعطيكم اياها هي معلقه شوي بالفوتوغرافي. الصبح لما تروح عند الحلاق بدك تعملي شعرك والميك اب، ما تلبسي برا، لانه البرا بدها تعلم من هون، بدها تعلم لك من ورا على ظهرك، وانت اذا لبسي فستان يمكن ما بخبي هيدول الميلات، بده يعلم بالصور ببينه بشعين، خاصه اول صور، يعني الصور بالبيت عند الحلاق وهيك، فببين شوي معلم، فبس انتبهوا من هالنقطة. وفي كتير اوقات الفستان اللي نحنا بنقيه ما بيعجب غيرنا، حتى لو كانوا اهل، حتى لو كانوا اصحاب مقربين، اذا انت الفستان قالك ايه انت اللي حتكوني مرتاحة فيه، هيدا فستاني كل العمر والصور اللي حيضلوا إليك مش لحدا تاني. بتمنى انه يكون هيدا الفيديو فاد كتير من الصبايا، خاصة يلي هلأ بدون يتجوزوا بهيدا الصيفية، وبقولن مبروك سلف ومرسي لانو حضرتو. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لأصحابكن البرايدز تو بي اللي بدون يتجوزوا، خليهم يحضروا ويستفيدوا. انا بشوفكن بفلوج جمعة الجاي، دبي فلوج اللي حيكون رائع. Stay tuned. Bye.